مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة اليوم سوف نشاهد نزال المقاتل المغربي نور الدين كيكي الذي فاز على خصمه التايلاندي ليلة أمس بالضربة القاضية الفنية، وذلك في الجولة الثانية من هذا النزال. فنور الدين كيكي يعتبر ابن البطولة المغربية ويقتل في مدينة القنيطرة، ويعتبر هذا النزال النزال الاحترافي الأول له، ونتمنى له مسيرة موفقة. وقبل مشاهدة النزال، فإذا كنت من عشاق رياضة الكيك بوكسين والرياضات القتالية فلا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك ليصلك كل جديد وفرجة ممتعة. لا صاحبي هالساي ايش دم زين يلا زيد لا دخل 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 جنب جنب جنب
كيكي معلم خويا معلم كيكي معلم كيكي سلم عليه سلم عليه كيكي كيكي سلم عليه سلم عليه